هقول سريعا كده نمبر 1 تاني 2x minus 8 equals 3y plus 4 هنعمل replacement للy ب 2 square عشان قايل لي y is equivalent to the square of 2 يبقى 2x equals 3 times the 2 power of 2 تدينا 12 12 plus 4 16 وهودي لقيت الناحية الثانية بالنيجاتيف هي نيجاتيف أو ديها بوزيتيف يبقى 2x equals 24 يعني الاكس بتاعتنا ب 12 تعالوا بقى لنمبر 2 نمبر 2 بيتكلمني عن نوع من انواع البروبلمز اسمه وورد بروبلم واحنا قلنا الوورد بروبلم ده مش درس ده مش توبيك لا الوورد بروبلم ممكن تيجي لي في اي توبيك تيجي لي في البرسنتج في الريشيو في تيجي لي في الجيومتري تيجي لي في البروبابيليتي تيجي في اي حاجه نحلها ازاي؟ عينك على كل كلمة انت بتقراها. بيقول لي هنا ايه؟ أمينة went to the flower shop and bought two roses and five diseases. اشتريت two roses و five diseases for a six Egyptian pound. أول حاجة تعملها تحول الكلام ده لماث. ازاي؟ هتقول له كده. 2R plus 5D equals 6. إلا أنا عملته ده. الـ 2 roses plus 5 dices for 6 pounds. أوكي. دي أمينة. لارا عملت إيه؟ لارا bought from the same shop من نفس الشوب 4 roses يبقى 4R and 2 dices 2D became before Egyptian pounds. السؤال بقى. How much should Ahmed pay? Ahmed المفروض يدفع كم بقى? To buy two roses and two diseases. يدفع كم ل two roses و two diseases. ما تدخلش نفسك بقى في ايه? في او تلعبك دماغك. انت دلوقتي حولت الانجليش بتاعك لماذا? مطلوب منك بس طالب شاطر بقى. فاهم ايه ده? أنا عندي two system of equation أهو كأني بقول إيه x plus y equals z تحتيها مثلا 2x plus 3y equals b مثلا الـ system of equation لازم أعرف الـ r بكام والـ d بكام طيب الدرس أهو أنا بشرحه عشان أعرف الـ value بتاعت الـ r أو الـ d بعمل حاجة اسمها elimination يعني إيه elimination؟ بحذف الـ R مع الـ R أو الـ D مع الـ D. إيه الشرطين المهمين عندنا عشان نعمل elimination لأي variable في الـ system of equation؟ لازم يبقى عندنا different sign و same coefficient. يعني مثلا لو أنا عايز أحذف الـ R أعمل elimination ليه. لازم الـ coefficient ده يبقى زي ده ويبقوا different sign. خلاص يبقى أنا ممكن أمسك أول equation دي وأعمل لها تايمز ثواني نيجاتيف 2 ليه يا مستر نيجاتيف 2؟ علشان لما أعمل إيكويجن دي أو الواحدة دي تايمز نيجاتيف 2 بص هتدينا إيه؟ نيجاتيف 4R ماينس 10D إيكوالز نيجاتيف 12 أحط الإيكويجن الثانية تحتيها واعمل اد يعني ايه اعمل اد اعمل بلس نكنسل دي مع دي نيجاتيف 10 بلس 2 نيجاتيف 8 نيجاتيف 4 نيجاتيف 12 بلس 4 نيجاتيف 8 تبقى دي بتاعتنا بكام يا شباب بوضع عرفنا الدي فاضل لنا مين الار خد الوان ده وعوض عنه في اي ايكويشن أي equation تعالى أول واحدة يبقى 2R plus 5 times 1 equals 6 يبقى 2R equals 5 times 1 تدينا 5 أو دينا حتى الثانية بنيجاتيف 5 تدينا 1 divided 2 divided 2 يبقى الR بتاعتنا بكام؟ بها أنت عايز إيه بقى يا عم أحمد؟ أحمد عايز يشتري
2 r يبقى 2 times a half plus 2 d يبقى 2 times 2 اللي هي 2 times 1 اللي هي d. 2 times a half تدينا 1, 2 times 1 تدينا 2, 1 plus 2 تدينا كام؟ 3. يبقى المفروض يدفع 3 Egyptian pounds. ناخد بالنا بس وانا بشرح لك تحس ان المساله طويله. ليه؟ لان انا بشرح التوبيك. انما وانت بتحل خلاص الشرطين عندك انه يبقوا ديفرنت ساين وسيم كوفيشن. ازاي اعمل ده بقى؟ او خليت دي نيجاتيف 4 ودي بوزيتيف 4. طب بينفع يا مستر نكنسل الدي ونخلي الار؟ ينفع طبعا. تعالوا نشوف سريعا كده. هي اشترت ايه؟ 2r plus 5d equals 6 و 4r plus 2d equals 4. عايز تعمل elimination للd؟ عناية الاثنين. هتعمل d times 2 عشان تدينا 10d، واعمل d times negative 5 عشان تدينا negative 10d. تعالى بقى نشوف المالتيبلاي بتاعنا. يبقى 4r plus 10d equals 12. تحت بقى negative 20r minus 10d equals negative 20. كنسل دي مع دي. يبقى 4r minus 12i تديها negative 16r equals 12 minus 20 negative 8 divided negative 16 divided negative 16. يبقى الار بتاعتنا بكام؟ بهاف. اي 8 ديفايدد 16 مش لسه مطلعينها بهاف؟ عوض عن الار في اي ايكويشن اول واحده مثلا يبقى 2 تايمز هاف بلس 5 دي ايكوال 6. 2 تايمز هاف تدينا 1، هودي ال 1 الناحيه الثانيه بالماينس يبقى 5 دي ايكوال 5. divided 5 divided 5 يبقى الدي بتاعتنا بكام؟ ب 1. مش دول اللي احنا طلعناهم؟ لما عملنا elimination للار لازم تطلع لك الانسر واحده. سواء عملت elimination للار او للدي. بس انت بذكائك بتشوف انهي الطف؟ انهي اسهل؟ اكن للار. ليه؟ هعمل دي نيجاتيف 4 ومعايا هنا بوزيتيف 4 فيروحوا مع بعض. مش محتاج ان انا اعمل الثانيه دي multiply اي حاجه. فتبقى الانسر دي. مين كان عاملها دي؟ انا يا مستر، بس انا عملتها بطريقه ثانيه. انا مستر مطلعها دي. برافو. بس يا مستر مش فاهم احنا ليه عملنا تايمز 2 والنيجاتيف 5؟ ليه الحركه دي؟ الحركه دي بتاعه الاليمينيشن. ازاي اعمل اليمينيشن لاي فاريبل ما بين سيستم اوف ايكويشن؟ انا بشرح الدرس على فكره. لسه بتتكلم على 2 ولا على 1 ولا على 3؟ لا انا بتكلم على 2 لسه. انا 2 عملها دي لكن 3 سي احنا حليناها لسه ولا دخلتش؟ لسه ما دخلتش. تمام. بص يا بوسي، لو انا جيت قلت لك مثلا يعني x plus y equals 5 و x minus y equals 8. انا عايز ال x، هتعملي ايه يا ابو سيدة؟ تفكري ازاي؟ انا عايز ال x بس. هتفكري كالاتي، هعمل add مباشرة x plus x equals 2x، positive y plus negative y هيروحوا مع بعض، 5 plus 8 13، يبقى الاكس بتاعتي ب 6.5. طب ليه عملناها بسرعه اد؟ لان في شرطين مهمين جدا هم اوريدي اتوفروا في المساله اللي قدامي دي. ازاي؟ او ايه هم الشرطين؟ لو انا هعمل اليمينيشن للواي، هكنسل الواي يعني، لازم واحده تبقى بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. مش شرط اللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف، ممكن اللي فوق نيجاتيف واللي تحت بوزيتيف. المهم يبقوا لازم يكونوا different sign. فاهماني؟ اه بس احنا لازم دايما نعمل add.
لازم نعمل اد. طيب ايه الشرط الثاني؟ ان لازم يكون في كوفيشنت ذا سيم. ده هنا 1 وهنا 1. طيب لو جات لي كده x plus 2y equals 5 x minus y equals 10 مثلا وعايز الاكس، يبقى اعمل له اليمينيشن لمين؟ للواي. طب الواي هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. حلو الكلام، ادي اول شرط. تعالي بص بقى على الكوفيشنت بتاعهم، هنا بوزيتيف 2 وهنا نيجاتيف 1، مش هينفع ايه اعمل لهم اليمينيشن، فمضطر تعملي دي تايمز 2، فتبقى عامله كده. اول ايكويشن اهي عندي، الثانيه 2x minus 2y equals 2y، واعمل اد x plus 2x تدينا 3x، دي هتتكنسل مع دي، 5 plus 20 equals 25. Divided 3 divided 3 خلاص يبقى الاكس ب 25 over. فهمتيني يا بوسي؟ تمام يا مستر. طيب المسألة ممكن تجي لي مباشرة كده، ممكن تجي لي word problem بالشكل ده، يبقى اشتغل برضو بنفس الطريقة بس اكون الـ two equations. فاهمني ولا ايه؟ ما تستعجلوش في الحل يا شباب، اصبروا عليا بس. بصوا يا جماعه، في رحله هيعملوها للزو. ايه الزو دي؟ اللي هي زو حديقه الحيوان. التيكت بتاعه الاستودنت الطالب، التيكت بتاعته ب 6 دولار مثلا، والادلت الراجل الكبير يعني ب 12 دولار. ماشي، اشتروا تذاكر بكام؟ مثلا ب 160 دولار. اوكي، اللي راح الرحله كم بني ادم؟ مثلا 80. ستوري بروبلم بقى، عمال يحكي لي كده ومديني الداتا دي، قال لي البرايس التيكت بتاعت الستودنتس ب 6 دولار، البرايس تيكتس للادلت 12 دولار، اشتروا ب 160 دولار، اشتروا بيهم تيكتس، واللي راح الرحله 80 بيبول 80 بني ادم. بص بقى انت بشطارتك هتعمل السيستم اوف ايكويشن ازاي. ادي الاستودنتس بلس الادلت عددهم 80، دول اللي راحوا الرحله. ثمن التذكره بتاعت الاستودنتس 6، يبقى 6s بلس 12a equals 160. انت كده عملت التو ايكويشن زي الكتاب ما بيقول. والله بقى جه طلب مننا مثلا النمبر اوف ستودنتس، خلاص اكنسل الاي مع الاي دي. طب اكنسلها ازاي؟ لازم اعمل ايه يا شباب عشان اكنسل الاي؟ مين يقول لي؟ عايز اكنسل الاي، اعمل اللي فوق دي، ايوه تايمز نيجاتيف 12. برافو عليك. الايكويشن ليه؟ الايكويشن كلها بص هتبقى عامله ازاي بقى؟ نيجاتيف 12s minus 12a equal negative 80 times 12 تدينا، اقول 8 times 12 بكام؟ ب 96، يبقى 960. هعمل اد، دي هتتكنسل مع دي دغري على طول، يبقى 6s minus 12s تدينا negative 6s equals ده minus ده يدينا كام؟ negative 800 divided negative 6 divided negative 6. طلع بقى الانسر بتاعتك ايا كان. يبقى الميكانيزم بتاع المساله او الفكره بتاعتها في دماغك، عايز تكنسل الايه؟ يبقى عامل تايمز negative 12 اللي فوق،
طب لو عايز اكنسل الاس اعمل تايمز ايه؟ نيجاتيف 6. تمام. وفي حد على الويتنج يا شباب؟ او بداتوا تفهموني عشان اكنسل الاس وعايز الاي هعمل دي تايمز نيجاتيف 6 عشان اقدر اكنسل دي مع دي لما بس بعمل تايمز نيجاتيف 6 للايكويشن كلها. فهمنا السيستم اوف ايكويشن يا شباب؟ ده باختصار شديد يعني. اه تمام يا مستر. اوكي. نيجي لنمبر 3. نمبر 3 بتقول لي What is the simplest form of 2 times 3i minus 7 plus i times 2i minus 1؟ هنطول شويه في الانسر. اولا الانسر سي. كله عاملها سي اللي حضروا معايا الكومبلكس نمبرز. اه عملتها سي. وانا كمان يا مستر. الله ينور عليك. وانا عملتها سي يا مستر. طيب حد عايزها؟ وانا عملتها سي برضه يا مستر. الله ينور. لا مش مستاهله يعني. نخش على فور بقى. انت فور عايز فيها ايه؟ عايز what is the value of a minus 3b. لا عايز الفاليو بتاعت ال a ولا عايز الفاليو بتاعت ال b يا جرج. عايز الفاليو بتاعت a minus 3b بس. طب اتعامل معاها ازاي دي؟ تعال نشوف مع بعض step by step. عودتكم على حاجه لو تفتكروا، قلنا لو عندي fraction زي ده كده equal fraction زي ده كده، ما هي 6 دي هي 6 over 1، بنعمل ايه؟ مين فاكر؟ كروس مالتبليكيشن. الله ينور. بعمل كروس عشان اخلص من الفراكشن. فبقت عامله ازاي؟ 2a minus 1 equals 6b. حضرتك عايز ايه؟ حضرتك انا عايز دلوقتي a minus 3b. يعني عايز ال a وال b في حته لوحديهم كده اهم. اه طب وماله؟ خد حضرتك دي جوه يبقى 2a minus 6b وطلع لي ال 1 ده حضرتك بره 1. بقت ال a وال b اهي في سايد لوحدها. ايوه يا مستر دي ال a وال b في سايد، بس انا عايز a minus 3b. خليك ناصح، اعمل divide 2 لكل سايد. اه 2a divided 2 تدينا ايه؟ اهي 6 divided 2 تدينا 3 اهي 1 divided 2 هي دي الانسر بتاعتي اللي هي 0.5، لان 1 over 2 هي 0.5. وصلت؟ اه مين كان عاملها ايه؟ انا يا مستر. الله ينور. طيب انا مستر تمام بالطريقه دي. اه يا مستر بنفس الطريقه. برافو عليك، عشان ما تقعدش تحور على نفسك وتقول الاي مش عارف بكام واطلع الاي واعوض عن البي، قصه وشغلانه. اعمل كروس وبص هو طالب منك ايه. طبعا ده اول امتحان بنحله مع بعض، فلو حد حاسس بالتوهان شويه او سن التوهان يراجعني يقول لي يسالني انا معاك. نيجي بقى لنمبر 5. نمبر 5 بتقول لي، والنوع ده من المسائل هيقابلنا كتير قوي قوي. بص بيقول لي fx equals x square plus 3x minus 1. الله دي quadratic function. فاكرين ال quadratic function؟ And gx equals 2x minus 1. الله دي linear function. وقلنا الفرق بين ال quadratic وال linear ايه؟ ال quadratic تبقى واخدة power 2، ال linear ال x تبقى واخدة power 1. حلو الكلام. حضرتك عايز ايه بقى؟ أنا عايز حاجة سهلة جدا جدا. اللي هي ايه؟ بيقول لي what is the equivalent expression، يعني اني واحده من دول equals f of gx.
يعني f of gx. f a اللي هي عبارة عن x squared plus 3x minus 1. طيب ادي ال f بتاعت الانبوت بتاعها مين؟ ال gx كلها. يعني يعني ايه الانبوت يا جرج؟ يعني الاكس بتاعتنا دي ده الانبوت، هشيلها واحط مين؟ الجي اوف اكس كلها، يبقى عامله كده 2x minus 1. اي شلت الاكس دي وحطيت الجي اكس كلها، بس ما انساش باور 2 بلس 3 تايمز، اشيل الاكس واحط 2x minus 1 minus 1. اللي مش فاهم يقول مش فاهمها دي يا مستر. نقول تاني، ركز معايا، انا اديتك ال f of x واديتك ال g of x، بسألك عن مين؟ عن f of gx. يعني ايه؟ يعني نفرض مثلا يا احمد ياسين، قلنا مثلا انا عايز f2، هتقول لي ايه يا احمد؟ f2 بس، سيبك من ال g دلوقتي، هتشتغل عليها ازاي؟ كل x جوه الاف هشيلها واحط اعوض عنها ب2، هو ده الانبوت. طيب هنا بقى احط لي الانبوت بتاعي جي اوف اكس، يعني كل اكس جوه الاف هعوض عنها بمين؟ 2 اكس. وصلت؟ شلنا الاكس وحطينا الجي اوف اكس. اللي جاي بقى سهل للطالب اللي عارف البيرفكت سكوير او الكومبليتنج سكوير بنعمل له expanded ازاي؟ ازاي بنفكه؟ تعال نشوف. square of first اهو minus 2 times first times second 2 times 2 before times 1 before plus square of second، وقلنا اخر ترم ده على طول positive plus 3 times 2x 6x 3 times negative 1 negative 3 minus 1 اللي هو ده. بقى عندي expression كده اقدر بقى احدد فيه اللايك تيرمز. يعني ايه اللايك تيرمز؟ الحاجات المتشابهه مع بعض. x سكوير ليها لايك هنا؟ ملهاش، تنزل زي ما هي، يبقى 4x باور 2. يبقى هشطب على c وعلى a، يبقى الإجابة مش هتخرج بره B and D. نكمل، عندي هنا negative 4X وعندي هنا positive 6X، أهم دول like terms. negative 4 plus 6 تدينا positive 2X. عندي هنا بقى ال like terms الثانية، ال numbers بتاعتي أهي positive 1 هتروح مع negative 1 يتبقى لنا negative 2. هبص الاقي الانسر دي موجوده فين؟ اللي هي منوره هنا في بي. مين عاملها بي؟ انا يا مستر. انا يا مستر. برافو يا جورج. وانا مستر برضو مطلعها بي. تمام. طيب نيجي لنمبر 6. نمبر 6 بتقول لي ايه؟ بتقول لي the equation of a line، ها؟ a line اللي هي ايه؟ y equals mx plus c. بس مدهاني ملخبطه شويه وحاطط لي فيها fraction ومش، اوعى تتهز، اوعى يحصل لك بانيك، ثق في نفسك. طالما قال لي equation of a line يبقى انا عايز احطها في الصوره دي. دي شطارتك بقى. What is the slope of the line؟ هو عايز السلوب بتاع اللاين. حاضر. اول حاجه اعملها اعمل ايه؟ ايه رايكم؟ هو بيقول لي ركزوا معايا في اللي اقوله ده. 2 over x minus 3 over y minus 1 equals 0. ايه رايكم لو خدنا 3 over y minus 1 to other side؟
هتفيدنا بإيه يا مستر؟ هتفيدنا إننا نخلي الواي لوحدها إزاي؟ تعالوا نشوف واحدة واحدة كده. أدي 2 over x equals طبعا دي هتروح هي نيجاتيف هتروح بالبوزيتيف 3 over y minus 1. بقى عندي fraction equal fraction حلوة قوي. اتعلمنا المستر قال لنا إيه؟ نعمل cross. حاضر 2y 2 times y minus 1 تدينا 2y minus 2. اوعى تعمل 2 times ال y بس، لا 2 times ال y و times ال negative 1 equals 3x. هناخد ال negative 2 نوديها الناحية الثانية بال positive اهي. بقى عندي 2y equal 3x plus 2. قدرت احطها في الصوره بتاعتنا ولا لا؟ اللي هي y equal mx plus c. اه يا مستر، بس فاضل حاجه واحده. ايه هي؟ ان هنا 2y انا عايزها y لوحدها. طب وايه يعني يا حبيبي؟ اعمل divide 2 divide 2 divide 2. بقت الايكويشن عامله كده y equal 3 over 2x plus 1. انت بتسال عن مين؟ عن ال y intercept ب 1. لا ما بسالش عن ال y intercept. امال بتسال عن مين؟ عن السلوب، اهو السلوب الام بتاعتي 3 over 2. تختارها وانت مطمن. واللي مش فاهم يقول. كلنا فاهمين؟ اه يا مستر. الله ينور عليك. كله عاملها سي؟ اه يا مستر. اه يا مستر. بنفس الطريقة؟ اه رائع. بصوا بقى بيجي يقول لي question 7 8 refer to the following graph. طالما عندي question refer ده معناه ايه؟ ان المسالتين اللي جايين دول 7 و 8 refer للجراف ده، يعني مبنيين على الجراف ده، تبع الجراف ده. طيب تعال نشوف الجراف قبل ما تقرا اي حاجه. ها اقرا الجراف. اقرا ازاي يا مستر؟ ده جراف مرسوم ما بيتقريش. لا بيتقري، بيتقري بدماغك الحلوه. ازاي يا مستر؟ تعال نشوف. انا خد بالك انت لسه ما قريتش اي حاجه، بس بص على الجراف كده. البرابلا دي عامله ابورد ولا داونورد؟ داونورد. يبقى الاي بتاعتنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. حلو قوي. طيب الواي انترسبت بتاعت البرابلا دي موجوده فين؟ يعني ايه واي انتر؟ انا براجع على البرابلا. النيجاتيف. نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف كام؟ 1. تمام. البرابلا دي قطع الواي اهو، الواي اهو قطعها هنا في نيجاتيف 1. دي اسمها واي انترسبت. طيب الفيرتكس بتاعت البرابلا دي الكوردينيت بتاعها ايكوالز ايه؟ يعني ال h بكام وال k بكام؟ او ال x بتاعتها بكام وال y بكام؟ 1 و 0. ادي الفيرتكس اهي. برافو. الفيرتكس اهي. ال x بتاعتها ب 1. ال x ب 1 وال y ب 0. تمام. طيب خلاص فهمنا الجراف وقريناه بعينينا كده، نخش على السؤال. بيقول لي ايه بقى في السؤال؟ السؤال جاي لي بطريقه اسمها تشويس مالتيبل تشويس. يعني ايه تشويس مالتيبل تشويس؟ يعني مديني ثلاث اختيارات اختار منهم، يا اي اونلي يا دبل اي اونلي يا اي اند دبل اي يا اي اند تريبل اي. تعال نشوف. اول اي عندنا بتقول لي ايه؟ the coordinate of the vertex of the parabola are 1 و 0. والله انا لما قريت الجراف طلعتها من غير ما اقرا السؤال، من غير ما اعرف انه هيسالني عليه. يبقى اي صح ولا رونج؟ رايت ولا رونج؟ رايت. رايت. يبقى اي حاجه ما فيهاش اي هشطب عليها زي بي. بي ما فيهاش اي، ده بيقول لي 2 اونلي يا باشا، ما تنفعنيش. طيب تعالى ل 2 او دبل اي. دبل اي بتقول لي ذا اكسس اوف سيمتري. ها ها فاكرينه؟ الاكسس بتاع السيمتري اهو. وقلنا الايكويشن بتاعته عباره عن ايه؟
x equals the coordinate بتاع ال vertex. اهو اللاين اهو بيمر بالx في 1 يبقى x equals 1. فبيقول لي the axis of symmetry is at x equals negative 1. الكلام ده رايت؟ لا. رونج طبعا. يبقى اي حاجه فيها 2 هشطب عليها. شطبنا على سي. وكده كده من البدايه كنا المفروض نشطب على سي لان قلنا اي حاجه فيها ايه؟ ما علينا يعني، المهم شطبنا فيه. يبقى الاجابه يا اي اونلي يا اي اند تريبل اي. يبقى فاضل لنا مين؟ تريبل اي. نركز بقى. بيقول لي ذا ايكويشن of the problem is y equals negative x squared plus 2x minus 1. هنا بقى ممكن بعض الطلبة تقابلها مشكلة. هو مش عارف يحدد الإيكويجن هنا. لا صح معايا بقى. أول حاجة الـ A بتاعتنا بالنيجاتيف. أيوة صح. لأن الـ problem عاملة downward. طيب عشان أتأكد إن الإيكويجن دي تنفع معايا بص على حاجتين مهمين جدا. الواي انترسبت اهي فعلا بنيجاتيف 1. الله. طيب زياده تاكيد طلع لي الفيرتكس من هنا. دي جايه لي ستاندرد فورم او الجنرال فورم عشان اطلع الاكس كوردينيت للفيرتكس. كنا بنقول نيجاتيف بي اوفر 2 اي. البي عندنا ب 2 يبقى نيجاتيف 2 اوفر 2 تايمز اي. الاي هنا بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 2. طلع لنا بوزيتيف 1. طب ما هي فعلا بوزيتيف 1 اهي. لا 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 هي دي الايكويشن بتاعتنا. يبقى الاجابه دي. مستر. يس. هو انا اقدر اعوض بالبوينت والاجابه يعني اقدر اعوض بالبوينت بال1 ولا الزيرو؟ تقدر تعوض بالبوينت 1 ولا الزيرو بس مش ده اللي انا طالبه منك. أنا كتيتشر مطلوب مني إن أنا أعمل منك طالب منتال بالذات في السكشوال من غير كالكليتر. يعني إيه طالب منتال؟ طالب بيفكر بدماغه ما يبقاش سيستماتيك يعني. عشان الطالب مستر أنا عملتها إيه؟ لا إيه غلط؟ إحنا الوان لما نيجي نعوضها تطلع بزيرو؟ ايوه الواي هتطلع بزيرو. تعالي نشوف. ادي نيجاتيف تايمز 1 سكوير بلس 2 تايمز 1 ماينس 1. نيجاتيف 1 سكوير ب 1 يبقى نيجاتيف 1 بلس 2 ماينس 1. نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 2 بلس 2 تدينا زيرو. انما انت لو عوضتي ها ونسيتي النيجاتيف دي باظت المساله مني. عشان كده أنا مش عايز شغل التعويض قد ما أنا عايز منك طالب فاهم. حاجتين مهمين جدا. داون وورد. الواي انترسبت. الفيرتكس ب 1. خلصت المسألة خلاص. وصلت ولا إيه؟ تمام يا مستر. تمام. بص بقى السؤال الخبيث اللي جاي ده. سؤال خبيث. بيقول لي what is the equation of the tangent to this problem at the vertex. يعني انا عايز الايكويشن. هي الايكويشن دي بتاعت مين؟ بتاعت لاين اللي بيعمل تانجنت مع مين؟ بيعمل تانجنت مع الفيرتيك اللي هو موجود فين؟ اللاين ده عمل تانجنت للفيرتكس دي لمسها هنا كده. طيب الايكويشن بتاعته تبقى ايكوالز ايه؟ ايكوالز ايه؟ ما تيجي تشوف زي ما شفنا السيمتريك كده اهو قطع الاكس في 1. نشوف ده بقى قطع الواي فين؟ قطع الواي في 0. يبقى الايكويشن بتاعته واي ايكوالز زيرو. كله عاملها بي؟ مستر انا مش فاهم. بس حاسه ان هي هتكون جت معايا كده بالحظ. مش فاهمه. حاضر اشرحها بالتفصيل الممل. بصوا يا جماعه ركزوا معايا لو سمحتوا.
انا عندي جراف اهو، سيبك من البرابلا بقى دلوقتي، سيبك من البرابلا خالص، وبقول لك عندي لاين اهو كده جاي بالشكل ده. عايز الايكويشن بتاعته يا احمد، او عايز الايكويشن بتاعته يا شاهد. الايكويشن بتاعته هتبقى عباره عن ايه؟ بص، اللاين جاي بيربنديكولر على الاكس وبيقطع الاكس هنا في 2، يبقى الايكويشن بتاعته وانا مغمض كده اكس ايكوالز 2، دي الايكويشن بتاعته. طيب نفرض مثلا يعني عندي لاين جاي كده بيربنديكولر على الواي وبيقطعه هنا في نيجاتيف 2، يبقى الايكويشن بتاعته ايه؟ ملوش علاقه بالاكس خالص، واي ايكوالز نيجاتيف 2. طب لو لاين جاي كده اكس ايكوالز نيجاتيف 1، طب لو لاين جاي كده واي ايكوالز 0. ليه؟ لانه قطع الواي هنا في 0. فهمتوني يا شباب؟ اه يا مستر. واللاين ده عامل تانجنت مع الفيرتكس، بيعمل تاتش معاها كده، يبقى هي دي الايكويشن بتاعت اللاين اللي هي واي ايكوالز 0. طيب سؤال تاني لولبي شويه. هاو ميني على الجراف ده سوليوشن بتوين ذا جراف اوف فانكشن and y equals negative 4. مين يجاوبني على السؤال ده؟ تعالوا كده نتناقش فيه مع بعض. بيقول لي how many solution between الجراف ده اللي هي البرابولا دي وما بين اللاين ده y equals negative 4. نبدا بجرجس، قول لي يا جرجس، فاهم السؤال؟ يا جرجس، هو جرجس نام ولا ايه؟ يا مستر فاهم السؤال؟ يعني طيب قول لي انسر كده، فكر حتى لو هتقول غلط. وانا اقول حاجه بس مش متاكد منها يعني. قولي يا حبيب قلبي، انا بقول هاو ميني سوليوشن. ها اسمعك. لا خلاص مش عارف صح. طيب مستر وان جورج قال وان سوليوشن. اوكي بس مش متاكد بصراحه. سوليوشن نو سوليوشن. شاهد قالت نو سوليوشن. بوسي اي مستر وان وان سوليوشن. بوسي بار. مسعود. نعم يا مستر. نعم الله عليك يا حبيبي، انت بتسمعني ولا ايه؟ لا لا سامعك والله، انا مركز. طيب اديني انسر. ما بفكر اهو. لسه بتفكر. احمد سيف. انا بقول نو سوليوشن. No solution. طيب ملك. مستر انا بقول one solution. برضه one solution. ماشي كلكم غلط. طب ليه يا مستر احنا غلط؟ هل ده تقصير مننا؟ لا. امال ايه؟ بص يا حبيبي، احنا اتفقنا على مبدا لو فهمنا السؤال هنطلع الانسر. السؤال بيقول لي هاو ميني سوليوشنز بتوين الجراف ده وبين اللاين ده. هو ايه اللاين ده؟ اللاين ده اهو واي ايكوالز نيجاتيف 4، يعني لاين اهو بيقطع الواي في نيجاتيف 4. اللاين والبرابلا اتقابلوا في كام بوينت؟ 2 بوينتس. يبقى عندي 2 سوليوشنز. ازاي يا مستر؟ اهو
البوينت دي اللاين قطع البرابلم في البوينت دي، فالبوينت دي ليها نفس الاكس كوردينيت للبرابلم والاكس كوردينيت لللاين اهو، الاثنين متفقين في الاكس ومتفقين في الواي بنيجاتيف 4. يبقى البوينت دي لما احب اجيب الكوردينيت بتاعها هتبقى عباره عن نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4. اه هو ده بس بصراحه دي اللي كنت هقولها، بس يعني قلت وش غلط والله العظيم، كنت سقفت لك لغايه ما ايدي احمرت وبص حطيت لها تلج بقى. انا كنت يعني كنت قلت هي غلط اكيد. انت ليه بتحكم على نفسك؟ قلت لك قول حتى لو غلط. طيب السوليوشن الثاني اهو، الاثنين اتقابلوا في البوينت دي اهي، قاطع هنا اهو في نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4. البوينت دي الكوردينيت بتاعها لللاين وللبرابولا واحد، الاثنين زي بعض، هو ده السوليوشن. زي ما قال لي واي تانجنت للبرابولا في الفيرتكس، في كام سوليوشن ما بينهم هنا؟ مين يقول لي؟ بين اللاين ده وبين البرابولا. يا دي النيل على نو سوليوشن. يا بنتي ما تقابلوا في نقطه ايه؟ يبقى وان سوليوشن. فاهمين يا شباب ولا لا؟ اه يس. طيب لو واي ايكوالز 1 ما بين البرابولا واللاين ده، how many solutions؟ no solution. برافو برافو، هسقف لك لغايه ما ايديا تحمر. no solution. بص اللاين او ما جاش ناحيه البرابلا خالص، ولا قطعها ولا عمل تانجنت ولا هو ناحيتها، يبقى no solution. ما احنا بنحل امتحان اه، بس مش بنحل مساله وخلاص، لا ده انا بلم لك المساله. ممكن بص زي الفكره دي، طلب الايكويشن بتاعت اللاين اللي عامل تانج، ممكن يجي لي السؤال بطريقه ثانيه، انا عايز الايكويشن بتاعت اللاين اللي عامل لي وان سوليوشن. وان سوليوشن يعني لازم يعمل تانج، وعشان يعمل تانج لازم يمر بالزيرو، يبقى واي ايكوال زيرو، هي دي الايكويشن بتاعه. السؤال يجي باي صيغه، طول ما انت فاهم هتقدر تجاوب، خايف تطلع غلط ما تخافش. فاهمين حاجة يا شباب؟ اوكي. بصوا البيج دي خدت معانا وقت قد ايه؟ تقريبا 20 minutes او 25 minutes. مش عيب. طبعا في الامتحان ده السكشن كله 30. طبعا في الامتحان بيج زي دي فيها 8 مسائل مش هتاخد في ايدك اكتر من يعني بامانة عشان ابقى امين معاك، من 6 ل 8 minutes. لان فيها مسائل تتحل كده من ثالث يعني مش محتاج. نخش على البيج اللي بعده، نمبر 9 منوره كده وجايب لي شكل يقلق شويه. اوعى تقلق. نعم. هو انا عايز اسال عن حاجه، لو في مثلا حاجه وقفت قدامي في الامتحان او ما عرفتهاش يعني خلاص فقدت الامل من هنا اللي بعد تبقى. لا ما فيش حاجه اسمها فقدت الامل، انا بحل يعني لو خلاص فكرت فيها ومش عارفها. اسمعني، انا بحل 9 وفكرت فيها ومش عارف احلها، خش على 10، خش على 11. دايما في الامتحان يا شباب المساله اللي تتحل في ايدك بسرعه هي دي اللي تحلها، مش لازم. طب انا 9 وقفت مع افضل بقى عمال اضيع في وقتي وبفكر في 9؟ لا، لما اخلص من المسائل اللي قادر احلها هيبقى معايا وقت كتير ارجع بقى للمساله دي. طب خلاص بقى قفلت والله ما عارف احلها خالص، خلاص ما قدامكش غير الجيسنج. الجيسنج ده تقريبا 25% يطلع صح، 75% يطلع غلط، ده عيب الجيسنج. يعني ممكن حظك مثلا يعني 9 انا مش عارفها ورحت مخمن كده، يعني انا مش عايز اعلمكم موضوع التخمين ده، بس اعملها سي وهتطلع صح. بحطه في حالة واحدة، ايه لو الدنيا باظت خالص. طب اعمل جيسنج كده، هحط مثلا سي مثلا. الله، الكمبيوتر بيصحح لي الامتحان سي صح، ما
رغم انك عاملها جيسنج ملوش دعوه، هو لا عايز خطوات ولا عايز بتاع. تعالوا نشوف ليه الاجابه سي صح. مين عاملها سي؟ محدش. مستر ممكن تعيدها؟ ممكن تعيدها بس معلش انا لسه ما قلتهاش اساسا. ده انا بقول لك مستر انا اللي قلت سي. زي احمد سيف، زي احمد سيف قال ايه؟ انا هخمن واقول سي. انا قلت لك بنسبه 25% التخمين يطلع صح، 75% يطلع غلط، بس طلعت ايه؟ صح. وطبعا 25% زي ما خدنا في البروبابيليتي 25% بتبقى ايه؟ unlikely، يعني بعيدة خالص عن الcertain المؤكد يعني. طيب تعالوا نشوف بقى الانسر بتاعتنا بكل، نقرأ السؤال واحدة واحدة. Using the figure below، استعمل الشكل اللي أنا رسمه لك تحت ده. What is the value of 3x minus 1؟ أنا عايز الفاليو بتاع 3x minus 1. يعني إيه يا مس؟ يعني طلع لي بس الاكس بكام، عوض عنها تطلع لك الاجابه بتاعتها. طيب كمل معايا. اف اي سي اللي هو ده بارلل تو اف دي، بارلل ده يا نهار ابيض، ايه بقى الكعبله دي؟ والله العظيم يا شباب المساله بتبقى صعبه على اللي مش فاهم، على اللي مش دارس. انت درست معايا السيميلاريتي. ايه السيميلاريتي ده؟ التشابه ما بين مثلثين، ما بين اي تو تريانجلز، تو سيركلز، تو سكويرز، اي حاجه. تعالوا مع بعض كده. اللي ما حضرش السيميلاريتي معايا انا بقوله اهو وبطريقه مبسطه ونفهم مع بعض. انا دلوقتي بقول ايه؟ بقول مثلا عندي شخص اهو اسمه مثلا سيف باشا، وعندي شخص تاني اهو اسمه احمد سيف. لما بقول ده سيف وده احمد سيف يعني ده بابا احمد، ماشي. انا شفت بابا احمد ده وشفت احمد وقلت له ايه يا واد يا احمد؟ قال لي نعم يا مس. قلت له ده انت شبه باباك بالملي، ايه التشابه اللي بينكم ده؟ قال لي طبعا ما انا ابنه يعني فلازم ابقى شبه. حلو الكلام، يبقى في تشابه ما بينهم ولا لا؟ حلو، بس هل هم قد بعض؟ ده الفاذر وده الصن، ده الاب وده الابن، استحاله يبقوا قد بعض. بس في بينهم وبين بعض حاجه اسمها ريشيو. يعني ايه ريشيو؟ يعني مثلا لو دراع سيف باشا مثلا، انا بقول مثلا يعني 70 سنتيمتر، دراع احمد 30 سنتيمتر، لو مقاس رجله مثلا 30، يبقى مقاس رجل احمد كام؟ في تشابه ما بينهم. بنعمل ايه بقى يا شباب؟ بعمل ريشيو ما بينهم ازاي؟ بقول له 70 ÷ 30 = 30 ÷ x اللي هي اللي انا ما اعرفهاش، وروح اعمل كروس تطلع لي الاكس بتاعي. يبقى التشابه ما بين تو تريانجلز نفس القصه. عندي تريانجل كبير قوي اهو اللي هو الاب اهو الكبير ده، وعندي تريانجل صغنطوط كده كيوت اللي هو ده. طيب علشان اعرف ان بينهم سيميلاريتي او شرط السيميلاريتي ايه هو؟ ان لازم الانجلز بتاعتهم تبقى ايكوالز ان ميجر. يعني ايه؟ يعني الانجلز الكورسبوندنج اللي في نفس المكان تبقى ايكوالز ان ميجر. بمعنى الانجل دي في المثلث الصغير اللي زيها في المثلث الكبير سي. طب هم دول ايكوال ان ميجر؟ اه يا حبيبي ايكوالز ان ميجر. ازاي؟ اهو كورسبوندنج انجل حرف اف اهو.
الانجل دي ايكوال كان عامله كده اهي الانجل دي ايكوال الانجل. طب الانجل اف دي ايكوالز الانجل ايه لانها في نفس مكانها. فاضل انجل اللي هي بي. ما هي بي دي موجوده في المثلث الكبير وموجوده في المثلث الصغير، يبقى ده ايه بقى؟ تحليل الدي ان ايه بتاع المثلثين لازم يبقى ليهم نفس الجينات لانهم سيميلاريتي. طب ايه الجينات بتاعتهم؟ ان عندي الكورسبوندنج انجلز، يعني مثلا لو عندي تريانجل عامل كده اهو A B C X Y Z وبقول في سيميلاريتي ما بينهم، يبقى انجل Z ايكوالز مين في المثلث الثاني؟ مين يقول لي؟ C. طب وانجل B ايكوالز مين في المثلث الاولاني؟ Y. Y الكروسبون اللي في نفس مكانها وانجل A ايكوالز انجل، يبقى كده في سيميلاريتي. بس هو ما جاش في المساله صريحه كده قال ان في سيميلاريتي، انت اللي وضحت ان في سيميلاريتي ازاي من الجمله دي اي سي بارلل اف دي. طالما ده بارلل ده خلاص تبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي، الانجل دي ايكوال الانجل دي، وطبعا دي كومون ما بينهم ايكوالز في الليه، يبقى في سيميلاريتي. تعالى بقى ناخد الراشيو للكورسبوندنج سايد مع بعض كده واحده واحده. اسال نفسك سؤال مهم، هتبدا من التريانجلز الكبير ولا الصغير؟ وردوا عليا. الكبير يا مس. الكبير. ماشي الكبير، تعالى الكبير. هبدا من السايد ده اي سي بي 9 قصاده مين في في نفس المكان بتاعه في المثلث الصغير؟ 3 اف دي اللي هي ب 3 ايكوالز. انا بادئ من الكبير يبقى هبدا بالسايد ده اللي هو مدوني ب 20 اهو، العلامه دي كده معناها ان السايد ده كله ب 20 يبقى 20 اوفر مين السايد ده اللي هو مدوني باكس بلس 3. فاهمين الخطوه دي يا شباب؟ اللي مش فاهم يقول اه يا مستر. تمام طيب كده احنا وصلنا لمرحله لذيذه قوي. ايه هي؟ فراكشن ايكوال فراكشن بروبورشن، يعني اعمل كروس يبقى 9x بلس 27 ايكوال 60. عملت ده تايمز ده وده تايمز ده يبقى 9x equals 60 minus 27. مستر ما بعرفش اعمل minus. لا يبقى اقعد على جنب بقى. يبقى 9x equals 60 minus 27 تدينا ايه؟ تدينا 33. 30 divided 9 divided 9 اهو. يبقى الاكس بتاعتي 33 over 9. ايوه. عايز تعمل لها سمبليفاي اعمل لها، مش عايز اعوض عنها على طول. اعوض عنها فين؟ احنا قلنا اهو هو عايز 3x minus 1 يبقى 3 تايم 33 اوفر 9 اللي هي الاكس minus 1. طبعا 3 تايم 33 تدينا 99 اوفر 9 minus 1. اظن سهله 99 ديفايدد 9 تدينا كام؟ 11 minus 1 تدينا 10. تبقى الاجابه C. بس اوعى تتخيل يا نهار اسوح يا مستر انا هقعد ده كله في مساله زي دي. بقول تاني للمره الالف انا بشرح التوبيك وبعدين المساله. اول امتحان لازم كده عشان اللي فايته حاجه، لان الفكره دي هتتكرر في الامتحان اللي جاي. خلاص انا فهمت السيميلاريتي مش هتاخد في ايدي غلو. فاهمين يا شباب ولا لا؟ فاهمينك يا مس. نيجي بقى النمبر 10. نمبر 10 انا هقول الانسر عشان اللي عملها صح يفرح، اللي عملها غلط ينتبه شويه. نمبر 10 ايه؟ حد عملها ايه؟
أنا يا مستر. Excellent. تعالوا نشوف بقى نتعامل إزاي مع النوع ده من المسألة. برافو. المسألة دي بتقول لي the distance between Giza and Luxor is approximately 500 kilometers. ما بين الجيزة والأقصر مسافة حوالي 500 كيلومتر. To travel that distance, عشان تقطع المسافة دي يعني, Bilal received offers from four different taxi companies. يعني بلال جه كده جاله offer من أربعة أوبر. ها؟ أول واحد قال له إيه؟ حضرتك هتدفع لي fixed amount. يعني إيه fixed amount؟ قبل ما تركب, قبل ما تحط رجلك في العربية لازم تدفع له 160, أو قبل ما يمشي بتدفع له 160 اللي اسمها إيه؟ fixed fees أو fixed amount. ماشي يا عم الحاج, طلباتك إيه تاني؟ بص حضرتك, كل ما همشي 25 كيلو متر من ال 500 دول هتحاسبني 15 باوند, يعني كل 25 كيلو ب 15 جنيه. الأوفر الثاني نفس الكلام 210 وهيحاسبك 13, اه ويحاسبك, اه ويحاسبك, هيحاسبني 16 على ايه؟ على كل 25 كيلو متر. هيحاسبني 14 على ايه؟ على كل 25. ماشي يا عم ومال, تحت امر حضرتك. انت بقى عمال تحسبها مع نفسك, انا اخد اني تاكسي من دول, ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ اكيد هتاخد الارخص, يا اما تبقى عبيط بقى. طب مين الارخص فيه؟ تعال نشوف. حضرتك دلوقتي المسافه كلها 500, لازم اشوف فيها كام 25 كيلومتر عشان اعرف كل 25 بحاسب عليهم. اهو طب 500 divided 25 تدينا كام؟ مش عارف. ليه مش عارف؟ يا عم اعتبرها 50 divided 25, 50 على 25, انسى الصفر الزياده ده. تدينا 2 يا مستر. طب حط الصفر بقى, اه يبقى فيها 20. 500 divided 25 فيها 20, لان دي ما فيهاش كالكليتر. نعمل ايه بقى؟ يبقى انا هدفع 15 times 20 plus ال 160, هدفع 13 times 20 plus ال 210, هدفع 14 times 20 plus ال 185, هدفع 16 times 20 plus ال 150. اللي جاي بقى كالكوليشن تحسب, هتلاقي المسألة طلعت لك بمنتهى البساطة. بس فاهمين ال 20 دي جت ازاي وليه جبناها؟ اه يا مستر. تمام. طب احسبها ازاي بقى؟ يا عمي يا عمي والله ما... اه 160 بلس, اعتبرها 2, سيبك من 20 دول, 2 تايمز 15 30, وحط الزيرو يبقى 300 بلس 160 تديني 460. يبقى ايه؟ ده 460. تعالى البي, 210 بلس 2 تايم 13 26, يعني 260 يديني كام؟ 470. 2 تايم 14 28, تحط الزيرو يبقى 280 بلس كام؟ 185 يدينا كام؟ 5 8 بلس 8 16, 6 and carry up 1 1 يبقى 465. تعالى الاخر واحد 150 بلس 2 تايمز 16 32, حط الزيرو يبقى 320. اعمل اد, ادينا زيرو 2 بلس 5 7 1 بلس 3 4 460. مين ارخص واحد هنا؟ ايه اخدها وانا مطمن. مفيش كالكليتر, لازم تشغل دماغك. حد عنده اي سؤال في دي؟ مستر عندي سؤال. اسالي يا قمر. هو 500 عملناها ديفايد 25 عشان نطلع 20, 20 دي المباراه اللي هي ايه؟
اللي هي عدد ال 25 كيلومتر. يعني ال 500 دي فيها كام 25 كيلومتر؟ عشان هو بيحاسبني كل 25 كيلومتر بدفع عليها 15 جنيه 15 باوند. فلازم اعرف ال 500 دي فيها كام 25. اسال يا عمر. هو احنا عشان هو بس بص ال 460 دي كنت عملتها ازاي؟ او مش انت فاهم 15 تايمز 20 عملناها ليه كده؟ ما ال 500 اوفر 25. حلو. فبقى عندي كل 25 كيلومتر بتوعي بدفع 15 دولار. طب عندي كام 25 كيلومتر؟ عندي 20. يبقى 20 تايمز 15 تدينا 300. 300 بلس 160 تدينا 460. تمام. تمام يا برنس. نيجي بقى لمين؟ لنمبر 11. احط الانسر ب مين عاملها ب؟ انا يا مستر. ماشي. وانا مستر برضه عامل بي. تمام يا جورج. وانا كمان يا مستر. تمام يا جرجي. تعالوا نفهم ليه بي. نمشي واحده واحده. In order to prepare for the boxing tournament, Jameson needs to work out for at least 90 hours during the next 3 weeks. الراجل ده عشان داخل مسابقة ملاكمة boxing محتاج يتدرب على الأقل 90 ساعة في الثلاث أسابيع اللي جايين. ماشي. In the first week, he practiced for 42 hours. في أول أسبوع اشتغل أو عمل practice لمدة 42 ساعة. هذه the first week. And decided to divide the rest. وقال بقى اللي باقي اللي باقي كم أسبوع يا شباب؟ Two weeks. تمام. طب واللي باقي كم ساعة؟ 42 hours. يبقى 90 minus 42. Minus 42 over 2. الله ينور عليك. 90 minus 42 تدينا ايه؟ تدينا 48. ال 48 ده ال rest او الريميندر او اللي باقي. هو اتدرب اول حاجه 42 وعايز يتدرب 90 ساعه. خلاص خلص في اول اسبوع 42 hours. يبقى اللي باقي للاسبوعين التانيين ايه؟ 48. بس هو عايز يقسمهم equally over the next 2 weeks. يعني عايز يقسمهم بالتساوي ما بين الاسبوعين اللي جايين. يبقى 48 over 2. يبقى المفروض كل اسبوع يتدرب 24 hours. خلصت المسألة. بذمتكم صعبة؟ ها؟ لا سهلة مس. لا بس اللي يقراها بعناية. طب يا مستر لو غلطت في الترجمة ممكن ضاعت المسألة؟ ترجمة ايه؟ ترجمة ايه؟ أنا عايزك تفهم الأرقام دول ايه؟ ما هو هيحاسبك على الترجمة. أنا مش عارف كده يعني ايه مش عارف. بس طبعا في حاجات بديهية يعني نيدز طبعا معروفة يعني. 90 hours weeks practice. لا في حاجات يعني مش الدرجات دي يعني. تمام. لو المسألة زي كده تمام لكن لو غير كده لا. واللي غير كده هقول لك تعمل ايه بس لا. تمام. نمبر 12 اكتب الانسر. مين عملها سي؟ انا يا مستر. انا يا مستر. الله ينور. وقف. الله ينور. تمام. مش هسأل عملتوها ليه سي.
لانها لو جيسنج هذا. انما اقول لكم الطريقه ازاي، واللي عمل كده يقول لي تمام يا مستر انا عملت كده. بص بيقول لي ايه، مديني f of x 2x square plus ax minus 1. هي دي ايه يا شباب؟ اسمها ايه دي؟ الفانكشن اللي قدامي دي اسمها ايه؟ جورج. كوادراتيك فانكشن. كوادراتيك فانكشن، تمام. What is the value of a؟ بيسألني عن ال a. If the axis of symmetry of the graph of f is equal to negative 2.5. ال axis of symmetry. مين يقول؟ negative b over 2a. اي اي لسه قايلها من شويه. اللي هو عباره عن ايه؟ برافو عليك. negative b over 2a equals negative 2.5. اه دي الايكويشن او ده الاكس بتاعتي، بتاعت الاكس سيمتري. طب البي بكام في الايكويشن؟ بايه؟ يبقى نيجاتيف a over 2 times ال a بكام في الايكويشن؟ ب 2 equals negative 2.5. هو عايز ال a دي، طبعا بكنسل النيجاتيف مع النيجاتيف، فتبقى a over 4 equals 2.5 cross، يبقى ال a بتاعتي ب 10 اهو. 4 times 5 10 0 and carry up 1. 4 times 2 8 plus 1 10 يعني تديني 10.0 اللي هي 10. واللي مش فاهم يقول. انا يا مستر مش فاهم. الاكسس سيمتري يا جرجس والنبي حبيبي علشان خاطر ابوس دماغك، ركز معايا. بيقول لي the axis of symmetry. ايه ال axis of symmetry؟ مش عندنا البرابلا ايه مثلا كده؟ اهي اهو اهو اللي هو الاكس كوردينيت بتاع البرتكس اللي بنجيبه بنيجاتيف بي اوفر 2a. فاهم كده؟ ماشي مستر. لا جرجس لا، رد عليا بسرعه الله يرضى عليك. ماشي مستر. ماشي تمام فاهم. تمام. هو قال لي بقى الاكس سيمتريك ده بنيجاتيف 2.5 اللي هو ايكوال نيجاتيف بي اوفر 2a. عوض عن البي. لا البي عندي في الايكويشن مداني بايه؟ مداني بكي، مداني بالزد، مداني بتي، مداني بجي، مداني زي ما اداني. ده مكان البي. يبقى نيجاتيف 2.5 ايكوال نيجاتيف A over 2A. ال A عندنا بكام؟ ب 2. نعمل كروس يبقى نيجاتيف 10 equals نيجاتيف A. كنسل نيجاتيف مع نيجاتيف يبقى ال A ب 10. وصلت؟ اي مستر. تمام. ثيرتين. احط الانسر عشان تطمنوا. مين عمل 13؟ انا عملت 13 يا مستر. الله ينور. انت لغايه كده عندك كم غلطه يا شاف؟ عندي غلطه. حلو قوي، نايس ما شاء الله. طيب بس احنا قلنا ايه؟ مفيش أي مساعدة من أي صديق خارجي. لا. لا. تمام تمام. لا أي واحدة. في أي واحدة. إيه؟ في أي مسألة. حل بمجهودك. أيوه. تمام. بص أنا بقى بيقول لي المسألة السهلة بقى. ما هو في الامتحان لازم يحتف لك مسألة كده إيه؟ ترفع معنوياتك شوية. بص بيقول لي which of the following مديني inequality ايه
integers represent the smallest value for x plus 3. Smallest, ايوه smallest. نطلع الx ونطلع اقل value للx ونعوض عنه. تعالى مع بعض كده واحده واحده. نشتغل في الانيكواليتي دي ازاي؟ والله خدنا الكومبوسايت انيكواليتي البوزيتيف 7 اول حاجه اخلص منها بوديها للناحيتين بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 7 بلس 3 2x 15 نيجاتيف 7، يبقى نيجاتيف 4 2x 8 ديفايدد نيجاتيف ديفايدد 2 ديفايدد 2 ديفايدد 2. ليه ديفايدد 2؟ عشان اخلص من 2 اللي هي تايمز الاكس، يبقى نيجاتيف 2 اكس 4. يبقى اقل فاليو عندنا هنا للاكس، هي اقل فاليو ليها. طبعا الاكس هنا وقع ما بين مين ومين؟ ما بين نيجاتيف 2 و 4. انا عايز السمولست فاليو. يلا يا شباب، ايه اقل فاليو هنا للاكس؟ ايه يا شباب؟ نيجاتيف 1 يا مستر. اقل فاليو للاكس نيجاتيف 1. تعالوا نشوف الاكس واقعه ما بين مين؟ نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3 4. اي طبعا هنا هعمل شيدد للفور. لا ما عشان قايل لي اور ايكوال اهو. وهنا مش هعمل شيدد للتو او للنيجاتيف 2. ليه؟ عشان ما قاليش اور ايكوال. ايه اقل فاليو ما بينهم بقى؟ نيجاتيف 1. طب يا مستر ما ناخدش الزيرو ليه؟ لا، الزيرو اكبر من نيجاتيف 1. يبقى اقول له كده نيجاتيف 1 اهي الاكس، عشان لو احط نيجاتيف 1 بلس 3 يدينا 2 يبقى الانسر. طب لو قال لي ذا جريتست فاليو اوف اكس، مين يقول لي؟ اللي هيقولها دي والله يبقى برنس او تبقى برنسس. 4 3 يا مستر. لا 4 رايت انسر، برافو عليك. ليه 4؟ طالما قايل لي اور ايكوالز يبقى الفور معايا، محسوبه معايا. يبقى اقول له كده 4 بلس 3 7. طب لو جاب لي النمبر لاين ده وقال لي اختار اجابه من دول للفاليوز اوف اكس، نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 لغايه 4، نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 لغايه 3، نيجاتيف 1 0 لغايه 4 سي ام اس، نيجاتيف 1 0 لغايه 3. اختار مين من الاجابات دي يا شباب؟ سي ام اس. لو جاب لي النمبر لاين ده اختار سي، برافو عليك. ليه؟ وانا بطلع الفاليوز اوف اكس الانيكواليتي خلاص خلصت على كده نيجاتيف 3 اللي احنا اتفقنا اللي هي نيجاتيف 1 ولا نيجاتيف 4. برافو. طالما قال لي اور ايكوال هنا لازم الفور تبقى معانا. ده معناه ايه؟ ان الاكس لزن اور ايكوال فور. ده معنى العلامه دي. يعني الاكس ممكن تبقى فور او 3 اقل من فور بقى، او 2 او 1 او 0 او نيجاتيف 1. ما اقولش نيجاتيف 2. ليه؟ عشان ما قاليش اور ايكوال. وصلت يا شباب؟ مستر عندي سؤال. اسال يا قمر. هو احنا فوق هنا عملنا نيجاتيف 3 بلس 3 وناحية التانية عملنا 15 ماينس قصدي ايوه وناحية التانية عملنا 15 ماينس 7، ف 7 دي بتبقى من ناحيتين يعني؟ طبعا. بص يا ماما كويس انك سالت السؤال ده، بيدل على حاجه ايه؟ الانيكواليتي بعافيه شويه، نديها حقنة فيتامين دلوقتي تبقى زي الفل. لو انا جيت قلت لك مثلا 3x
بلاش بقى بلس كده بلس، نقول مثلا ايه ماينس 2 للزان للزان. حطينا هنا مثلا ايه 4، حطينا مثلا هنا نيجاتيف مثلا، حطينا نيجاتيف 5 عشان ايه ما تتوهش معاه. انا عايز الاكس، one possible value للاكس، طلعي لي قيمه واحده للاكس، اي قيمه بقى من اللي هيطلع. اول خطوه نعملها هناخد النيجاتيف 2 للبوث سايدز. اوكي، عارفه النافوره؟ مش النافوره بتطلع كده، نافوره الميه اسمها النافوره. نيجاتيف 2 اهي تروح للنافورتين، يبقى 3x 4 بلس 2 6 عشان هي نيجاتيف، نيجاتيف 5 بلس 2 نيجاتيف 3. طيب اعمل نافوره هنا؟ لا، عشان قايل لي 3 تايمز اكس، يبقى اخلص من 3 بالديفايد كل الانيكواليتي، يبقى نيجاتيف 1 لزن اكس لزن اي 2، يبقى الاكس بتاعتي ايكوال زي 0 1 بس، 0 1 اونلي اونلي. معايا؟ اه. طب لو كان قال لي اور ايكوال، بص الاكس بتاعتي تبقى عامله ازاي بقى؟ لا نيجاتيف 1 تنفع، ال 0 تنفع، ال 1 تنفع، ال 2 تنفع. اه تمام، وصلت؟ اه. طب لو جايه لي كده بقى، ايه ده بقى؟ ابسوليوت فاليو، يا نهار ابيض وهتقابلنا. طب لو جايه لي كده ابسوليوت فاليو اعمل ايه؟ اي المساله كده عايز الايه؟ تمام، بص بنعمل ايه يا بوس؟ بنشيل الابسوليوت فاليو دي خالص خالص، اي تبقى المساله عامله كده. وبص على الرقم ده، الرقم ده كام؟ بوزيتيف 4، احط نفس العلامه دي الناحيه الثانيه واحط نيجاتيف 4. فاهم الخطوه دي؟ اه تمام. طب لو جايه لي كده، شيلي دول كده اهو، يبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 اكس بلس 1، واحط نفس العلامه دي، بس احط هنا ايه يا بوسي؟ بوزيتيف 3 بس كده، واشتغلي اول حاجه النافوره بعد كده ديفايد. اوكي، بس اخد بالي بقى في الانيكواليتي وانا بعمل ديفايد نيجاتيف لازم اعمل سويتش للساين. طالما عملت ديفايد نيجاتيف 2 اهو، بدل ما هي جريتر ذان تبقى للذان. فاهمين حاجه يا شباب؟ تمام. طيب لسه مكملين التيست ده، ما تلوش، بس بصوا بقى شرحنا كام درس وكام فكره. هو ده ميزه اول تيست بنحله مع بعض، عشان كده بقول يا جماعه ما نفوتش اول تيست مع بعض، والتيست اللي وراه برضه لازم لازم امسك لك المساله كده اشرحها والمها لك كده من السايدز بتاعتها كلها. ممكن تيجي لي كده او كده، او يجي لي من الناحيه دي افكر انا كده اعمل كده وهكذا لغايه كده. احنا واقفين لغايه نمبر كام؟ 30. فاهمين يا شباب؟ طيب ناخد الاجابات سوا مع بعض كده. ثواني هديكوا الاجابات، لحظه معايا. عايزين تاخدوها سكرين شوت، اتس اوكي، عايزين تلقيله ورايا براحتك. ثواني هعمل بس شير سكرين.
هناخد نمبر 14 هتطلع سي. نمبر 15 هتطلع دي. الجريدين بقى بتاعنا 16 هتطلع 4 17 هتطلع 2 18 هتطلع 7 over 2 or 3.5 اتنين صح. 19 هتطلع 33 20 هتطلع what is the measure of angle A? هتطلع 60. ادي الكم مسألة اللي باقيين فين؟ في السكشن اللي هو من غير كالكليتر. طب السكشن اللي بكالكليتر نمبر 1 سي نمبر 2 سي نمبر 3 بي نمبر 4 دي نمبر 5 اي نمبر 6 بي نمبر 7 دي نمبر 8 بي نمبر 9 اي نمبر 10 بي 9 و10 صعبين عليكم شوية فاللي غلط فيهم ما يزعلش يعني بس هشرحهم بالتفصيل الممل يعني 11 سي 12 سي 13 A 14 D 15 D 16 A 17 D السكشن ده معاك يا احمد يا سيف؟ لا يا مستر مش معايا.